بعد الفوضى بسبب نفاد أضاحي العيد، إنزال للدرك بمدن الشمال. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم للفيديو وتشترك بالقناة ديال هنا الأمالة باش دائما توصل بجديد الأخبار. نزلت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى الأسواق بعد الفوضى التي عاشتها أسواق الأكباش بكل من طنجة وتطوان، حيث ومنذ يوم أمس لا زال المواطن البسيط يكتوي بنار الأدمنة الحارقة التي يفرضها الشنقاء، خاصة بعد قلة العرض بسبب مغادرة مجموعة كبيرة من بائعي الأكباش سوقي سيد إدريس بطنجة وسوق القرنة بتطوان. هذا وأصبحت المئات من الأسر الفقيرة مهددة بالحرمان من الحصول على خروف العيد هذه السنة بسبب الأسعار المرتفعة، بالرغم من أن جل الأكباش هي مجرد خرفان صغيرة لا تستحق حتى نصف السعر المطلوب.